لنهاري اليوم وعلى المباشر. في بداية المعادلة الإخبارية أشرنا إلى تحذير مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من أمطار على مختلف الولايات الرعدية. للمزيد من التفاصيل معنا الزميلة أمينة صحراوي على المباشر. صباح الخير، مرحبا بك. صباحك اسعد ناصر ليك ولكامل المشاهدين. اخترت لم البحر يشوفوا في اليوم أمينة قناة صحراوي. النهار كما اشرت ناصر بالفعل صحيح، اخترت البحر رغم من هادئ الى قليل الاضطراب، راح يولي قليل الاضطراب الى مضطرب العشيه على كامل السواحل الوطنيه. فيه هنا المصطفين اليوم عم يشتكيوا من بروده المياه، يعني درجه حراره المياه اليوم تلحق الى حوالي 23 الى 24 درجه مئويه بالسواحل الوسطى. نعود نقول الامطار الرعديه اللي تشهدها المناطق الجنوبيه كذلك المناطق الشماليه، كما اشرت ناصر فيه امطار رعديه راهي مستمره حاليا بالشار. الامطار هذه رعديه مصحوبه برياح قويه الى غايه الثالثه من زوال اليوم، يعني اليوم على ثلاثه العشيه. فيه ايضا ولايات اخرى معنيه بتساقط امطار تكون غزيره ان شاء الله بكل من تندوف، ثمان راس، اليزي وكذلك البيض والنعامه. المناطق الداخليه ايضا معنيه بتساقط الامطار كما تيارة الغواط وكذلك الجلفه، ممكن انها تمتد الى تيسمسيلت وكذلك ولايه عين دفله وتلمسان. هذا فيما يخص الامطار. الحراره مغيم ومغموم وثقيل على المناطق الغربيه حاليا، يتشهد تساقط بعض الامطار. فيه رعود تلتحق الى تكون بالاوراس والهضاب العليا، ممكن انها تلتحق الى السواحل الوسطى والشرقيه اليوم في الليل، ممكن انه تمد بعض الامطار. اذا على المناطق الغربيه تحسن مرتقب ان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم خلال المساء. نصر فيما يخص درجه الحراره تبقى مرتفعه نوعا ما بالمناطق الداخليه وكذلك الجنوبيه، 44 درجه نسجلها اليوم بولايه ادرار، تيميمون، تيمياوين، ورقان، كذلك بمنطقه عين صالح. نسبة الرطوبة معتبرة بالسواحل الغربية كذلك السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، 70% على السواحل الغربية و 60% بالسواحل الوسطى وكذلك الشرقية. كان هذا يعني نصر حوصلة على أحوال الطقس. إذا كان عندك أي سؤال تفضل. شكرا لك على هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص الوضعية الجوية. استمتعي طبعا بالأجواء هناك على الشاطئ. شكرا لك أمينة صحراوي متابعة.